بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى وحدة التحويل الطاقوي الكهربائي في ميدان الظواهر الكهربائية للسنة الثالثة من التعليم المتوسط، ومع الوضعية الجزئية الأولى في هذا الموضوع والمتمثلة في استطاعة التحويل الكهربائي. إذن فبدون إطالة سنناقش النشاطات المقترحة في الكتاب لنصل إلى مفهوم استطاعة التحويل وكيفية حساب استطاعة التحويل الطاقوي الكهربائي. إذن فهذه صور للتجربة المنجزة المتعلقة بالنشاط الأول. ففي النشاط الأول يطلب منا أن نقوم بالتجربة الممثلة أو المبينة في هذه الصور، نحضر مصباحا ذو دلالات معلومة، يعني هذا المصباح الذي في الصورة الأولى هو نفس المصباح الموجود في الصورة الثانية. قلنا بدلالة معلومة مثلا 6 فولت و 2 واط، يعني المصباح دلالته هي 6 فولت و 2 واط. نجري به مجموعة من التجارب، على الأقل تجربتين أو حتى 3، بحيث ما الذي نفعله؟ يعني نقوم بتغيير المولد الذي يغذيه فقط، ونقيس شدة التيار والتوتر بين طرفي المصباح. لاحظ في التجربة الأولى أننا أحضرنا مولدا مكون من عمودين، بمعنى نظريا المجموع هنا من المفروض 3 فولت، لكن بما أن هذا العمودين مستعملين نسبيا فإن المجموع لا يساوي 3، فهو أقل من 3. فحينما قسنا التوتر بين طرفي المصباح في هذه الحالة وجدناه يساوي 1.92، يعني هذا التوتر الذي قيمته 1.92 لاحظ أنه تسبب في مرور شدة تيار كهربائي في المصباح قدرها 0.31 أمبير. يعني هذا التوتر وهذه الشدة أديا إلى إضاءة معينة كما تلاحظ، يعني المصباح يضيء بكيفية معينة. ثم بعد ذلك ما الذي فعلناه؟ احتفظنا بنفس المصباح وقمنا بإضافة مولد آخر مكون من عمودين كذلك، يعني من المفروض هنا المجموع 3 زائد 3 يساوي 6. نحن نتكلم هنا عن أعمدة إن كانت جديدة. لاحظ بأن الفولت متر بين طرفي، لاحظ أين هو، بين طرفي العمودين معا، ومع ذلك يقيس لنا 2.65. إذن كذلك بمعنى أن هذا المقدار لم يصل إلى 6 مثل ما قلنا. إذن فقمنا هنا بقياس التوتر بين طرفي العمودين أو بين طرفي المولد، تغيرت القيمة من 1.92 إلى 2.65. لاحظ أن هذا التوتر يتسبب في مرور شدة التيار أكبر من شدة التيار السابقة، مع العلم أن المصباح هو نفسه. إذن فلاحظ كذلك بأن الإضاءة هنا زادت عن الحالة السابقة، وهكذا. يعني ثم نجري تجربة ثالثة مثلا بإضافة عمودين آخرين ليصبح المقدار يساوي 9 فولت، أكيد ستتغير القيمة هنا على طرفي العمود طرفي المصباح، وتزداد الشدة هنا وتزداد الإضاءة هنا. إذن فهذا هو الذي طلب منا إجراؤه في هذه التجربة. إذن هذه هي معطياتها، هذه هي صورها كما تلاحظ. إذن هنا تمثيل للتجربة الأولى،
بطارية ذات عمودين مثلا 3 فولت مع مصباح واحد، لاحظ هذا المخطط الكهربائي للتركيبة. ثم الحالة الثانية التي رأيناها مولد مكون من 4 أعمدة بمعنى من 6 فولت، يعني هذا هو التمثيل. والحالة الثالثة هذا هو التمثيل. بعد ذلك نسجل نتائج هذه التجربة في الجدول. إذن قلنا التجربة التي أجريناها مصباح دلالته 6 فولت 2 واط، التوتر المطبق بين طرفيه مثلا 3 فولت، ما هي شدة التيار التي مرت فيه مثلا 0.16 أمبير. ثم نحسب الجداء E في E، أي التوتر المطبق بين طرفي المصباح، التوتر المطبق بين طرفي المصباح نضربه في شدة التيار التي اجتازت المصباح، نجد الحاصل هو 0.48. شدة الإضاءة قلنا هنا كانت ضعيفة. ثم مع الحالة الثانية التوتر المطبق هو 6 فولت، فأدى ذلك إلى مرور تيار قدره 0.33 أمبير. الجداء U في E أعطى لنا 2 W، الإضاءة كانت عادية. عندما طبقنا على المصباح المكتوب عليه 6 فولت 2 واط، عندما طبقنا على طرفيه 9 فولت، أدى ذلك إلى تيار قدره 0.5 يمر في المصباح. الجداء U في E أعطى لنا قيمة قدرها 4.5 W، حين أن الإضاءة كانت قوية. إذن بعد هذه التجربة، بعد ما قال طبق وأحسب ولاحظ شدة الإضاءة، نمر إلى التفسير. ماذا يقول في التفسير؟ ماذا يمثل الجزء الأيسر من الدلالة التي يحملها المصباح 6V2W؟ إذن فالجزء الأيسر هو 6V. إذن ماذا تمثل هذه 6V؟ إذن الجزء الأيسر من الدلالة التي يحملها المصباح، أي 6V، تمثل التوتر اللازم لتشغيل المصباح، أي التوتر الذي يحتاجه المصباح لكي يشتغل بصفة عادية. يقول في السؤال الثاني: في أي حالة تتساوى قيمة الجداء U في E والدلالة التي يحملها المصباح في جزئها الأيمن 6V2W؟ إذن لاحظنا من خلال التجربة أن الجداء U في E في هذه التجارب الثلاثة أو في هذه المراحل الثلاثة تساوى مع الدلالة اليمنى المكتوبة على المصباح، أي مع 2 واط المكتوبة في المصباح، تساوى معها في حالة واحدة، وهي حينما طبقنا توترا قدره 6 فولت على هذا المصباح. ما معنى ذلك؟ أي حينما طبقنا عليه توترا يساوي الدلالة المكتوبة عليه. إذن ما الذي نستنتجه من هذه التجربة؟ يقول: ما الذي يجب مراعاته في الاستنتاج؟ ما الذي يجب مراعاته قبل تركيب المصباح في دارة كهربائية للحصول على إضاءة عادية؟ إذن فالذي يجب مراعاته قبل تركيب المصباح في دارة كهربائية يتمثل في مراعاة الدلالات المكتوبة عليه، يعني هذه الدلالات ينبغي أن نوليها أهمية بحيث نطبق عليه التوتر الذي يساوي أو يقارب القيمة التي كتبت على المصباح، وإلا سوف إما لن يشتغل بصفة عادية أو سنعرضه للإتلاف. النقطة الثانية: هل تتعلق شدة إضاءة المصباح بشدة التيار الكهربائي المار به أم بالتوتر الكهربائي بين طرفيه أم بكليهما معا؟ إذا تلاحظ أنه من العلاقة السابقة التي وصلنا إليها U في E أن شدة الإضاءة متعلقة بالقوة المحركة وبشدة التيار، أو بعبارة أخرى أن شدة الإضاءة للمصباح إضاءة المصباح تتعلق بالتوتر المطبق بين طرفي المصباح، الذي بدوره هو المتحكم في شدة التيار الكهربائي التي تمر في هذا المصباح. نمر إلى
العنصر الثاني المتمثل في حساب استطاعة التحويل الكهربائي. أيضا سنقوم بهذه التجربة وهي معاكسة للتجربة الأولى. هنا سنحضر مصابيح مختلفة الدلالة ونغذيها بنفس المولد كما تلاحظ في التجربة. إذن فالمصباح المستعمل هنا هو ليس نفسه، يعني المصباح الأول كتبت عليه دلالة 3.8 فولت، ولكن استطاعته يعني الدلالة اليمنى مختلفة عن دلالة المصباح الثاني، والثاني مختلفة عن ثالث. يعني المصابيح ثلاثة لها نفس الدلالة اليسرى 3.8 فولت 3.8 فولت 3.8 فولت، إلا أن استطاعة هذه المصابيح مختلفة. مصباح مكتوب عليه مثلا 2 واط، مصباح 5 واط، مصباح 0.5 واط. إذن نجرب هذه المصابيح الثلاثة بنفس المولد، لاحظ مولد دلالته 4.5، ونلاحظ الإضاءة ونلاحظ القراءة. إذن في الحالة الأولى لاحظ بأن التوتر المطبق بين طرفي المصباح هو 2.96، شدة التيار التي مرت هي 0.36، هناك إضاءة موافقة لها لنقول متوسطة أو ضعيفة. لاحظ هنا أننا لم نغير العمود، ولكن بتغير استطاعة المصباح تغير التوتر المطبق بين طرفيه، أدى ذلك إلى تغير في شدة التيار التي تمر فيه، يعني هذه الشدة ليست هذه الشدة، وأدى إلى تغير حتى الإضاءة في المصباح. نفس الشيء بالنسبة للتجربة الثالثة، لاحظ أننا لم نغير المولد، تغيرت الإضاءة، تبدو أنها مختلفة عن الإضاءتين السابقتين. لماذا؟ لأن التوتر تغير بين طرفي المصباح، صار 3.78، وحتى شدة التيار بدورها تغيرت التي تمر في المصباح. إذن هذه التجربة نمر إلى مخططها، وإذن هذا مخطط التركيب الأول. هنا أخذنا مخطط يعبر عن مصباح مكتوب عليه 6 فولت 0.5 واط، غذيناه بمولد دلالته 6 فولت. ثم التركيبة الثانية نفس المولد، قوته المحركة 6 فولت، المصباح دلالته 6 فولت 2 واط. لاحظ بأن الدلالة الثانية اليمنى يعني تختلف من المصباح الأول إلى المصباح الثاني، رغم أن الدلالة اليسرى مشتركة. المصباح الثالث أيضا العمود لم يتغير أو المولد لم يتغير، قوته المحركة 6 فولت. المصباح الثالث دلالته اليسرى مساوية لدلالة المصباحين الآخرين، إلا أن الدلالة اليمنى مختلفة، إذن لدينا 0.5 واط 2 واط 5 واط. إذن نحصل هذه النتائج في الجدول التالي، نتائج هذه التجربة. إذن لدينا دلالة المولد هي E تساوي 6 فولت، أي القوة المحركة للمولد تساوي 6 فولت. دلالة المصباح الأول هي 6 فولت 5 واط. شدة التيار التي مرت هنا هي 0.83 أمبير. الجداء E في E يعطي لنا 5، يعني هذا 5 دبليو في من أين أتت؟ حينما نضرب شدة التيار في التوتر المطبق بين طرفي المصباح يعني 6 فولت نجد الحاصل يساوي 5. ثم المصباح الثاني مكتوب عليه 6 فولت 2 واط، عندما نطبق عليه توتر يساوي 6 فولت يمر فيه تيار يساوي 0.33 أمبير، حينما نحسب الجداء نجد 2 واط. المصباح الثالث دلالته 6 فولت 0.5 واط، حينما نطبق على طرفه 6 فولت يمر فيه تيار قدره 0.08. حينما نضرب الجداء E في E 0.8 في 6 فولت نجد
استطاعة المصباح تساوي 0.5. إذن يقول ركب، يعني هذا بالنسبة للتجريب، ركب وجرب ولاحظ، ثم بعد ذلك بعد القياس سجل في جدول شدة التيار المار في كل مصباح بالإضافة إلى إيجاد قيمة الجداء U في E. يقول قارن بين قيمة الجداء U في E وبين الدلالة التي يحملها كل مصباح في الجزء الأيمن منها. إذا نلاحظ، قلنا بأن شدة بأن حينما نضرب شدة التيار التي مرت في المصباح في قيمة التوتر الذي طبق بين طرفي المصباح، فإننا نتحصل على نفس القيمة التي كتبت في الجزء الأيمن من المصباح، أي نتحصل على قيمة الاستطاعة. بعد ذلك يقول شكل في التفسير، شكل السلسلة الطاقوية بين المولد والمصباح، كيف يمكن أن نعبر عن سرعة تحويل الطاقة من المولد إلى المصباح. إذا السلسلة الطاقوية بين المولد والمصباح، إذا لدينا مخطط مكون من جملتين، المولد والمصباح. المولد يقوم بتغذية المصباح، فهنا تحويل كهربائي. أثناء هذا التحويل الكهربائي فإن المولد يخزن طاقة داخلية تتمثل في نفاد الطاقة أو نقصان مستوى الطاقة في المولد. المصباح يحدث له العكس، يخزن طاقة تتمثل في ارتفاع مستوى الطاقة في المصباح، أي يسخن ويتوهج. إذن هذا بالنسبة للسلسلة الطاقوية. نمر إلى الاستنتاج. يقول عرف استطاعة التحويل الطاقوي الكهربائي، ما هو رمزها، كيف نحسب قيمتها، وما هي وحدة قياسها. إذن فاستطاعة التحويل الطاقوي الكهربائي ما هي إلا سرعة تحويل الطاقة الكهربائية، ويرمز لها بالرمز P، ووحدة قياسها هي الواط. إذا تم القياس المباشر فإنها تقاس بجهاز اسمه الواط متر، أما قياسها غير المباشر هو الذي رأيناه في هذه التجارب، بمعنى أنك تقيس شدة التيار المار في المصباح وتقيس التوتر بين طرفي المصباح، ومن ثم تقوم بالحساب بتطبيق العلاقة P تساوي E في E لتجد قيمة الاستطاعة. إذا نكتب العلاقة الرياضية التي تجمع استطاعة تحويل الكهرباء بشدة التيار والتوتر الكهربائي. العلاقة الرياضية التي تربط شدة التيار بالتوتر الكهربائيين هي مثل ما ذكرنا P يساوي E في E. استطاعة التحويل تساوي قيمة التوتر بين طرفي الجهاز الذي ندرس استطاعته مضروبة في شدة التيار الذي يجتازه. إذا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. ففي الأخير نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وما توفيقنا إلا بالله، ونسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة ومن هذه المادة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.